يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين وليس ترى مثل صاغ في الورى بشرا، خير من فوق الثرى إسرى، طهير الأنساب والشيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتواصل وإياكم وهذه الحلقات المباركة عن المولد النبوي الشريف وبرنامج رحلة مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد حلت كاميرا قناة صلاح الدين المحمية في محافظة صلاح الدين وجنوب سامراء، منطقة الإسحاقي المحمية بأهلها وناسها ودعاتها وعلمائها، إذ حضرت وجناب الشيخ الدكتور الداعية الإسلامي عبد الرحمن علي المجمعي. مرحبا بك جناب الشيخ. مرحبا، حياكم وأنت الله، وأنت تطل على هذه الشاشة. حياكم الله وبياكم، ونرحب بكم ونرحب أجمل ترحيب بالأخ الدكتور خميس المحروس بهذه المناسبة الكريمة، وكذلك اهتمامه بسيرة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين. فحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. مرحبا بك جناب الشيخ، وجزاك الله ألف خير على هذا الإطراء وعلى هذا الترحيب، وإن شاء الله في ميزان حسنات. من المعلوم والمعروف جناب الشيخ أننا نعيش في هذه الأيام المباركة أيام المولد، فهل من طابع الاحتفالات مدينة الإسحاقي أو منطقة الإسحاقي بجوامعها ومدارسها وكذلك بما تحلون أنتم فيه ضيف على الناس في كل مكان، فما هي الانطباع بالنسبة للاحتفالات سابقا وبالوقت الحاضر؟ الحمد لله، الله عز وجل تفضل علينا ونحن نشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة أن بعث فينا خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذه المناسبة، مناسبة المولد، هذه المناسبة يعتز بها كل مسلم، وحياتنا حقيقة كلها هي فرح عندما يعني نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، النبي الرحمة الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وحقيقة يعني الإنسان المسلم يعيش عيشة سعيدة عندما يدفعه الإيمان للتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذكراه مستمرة في قلوبنا عليه الصلاة والسلام في جميع الأيام، في العبادة، في العمل، في علاقاتنا جميعها. نحن لا توجد هنالك جهة أو شخصية أو ما شابه تستحق أن يقتدى بها إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. فحقيقة هنا يعني بالإسحاقي، ناحية الإسحاقي، مليئة الحمد لله بالمساجد ومليئة بطلبة العلم والدعاة، الحمد لله فضل من الله، وكذلك حفظة القرآن الكريم. والفرح بهذه المناسبة مستمر، والاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام هو احتفال، يعني احتفال أنه نحن نلتزم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وندعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة الاحتفال بالمولد النبوي عليه الصلاة والسلام، وهي يعني
الطابع الموجود وفهمنا لهذه المسألة هي أن نترجم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في سلوكنا في حياتنا كلها، وبذلك يسعد الناس ويفرح الناس. وعندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الناس تفرح بهذا الشيء، وعندما يأتي ذكرى المولد أو مولد الذكرى الناس الحمد لله يكون يعني الطابع النفسي يعني واضح التأثير، يعني خلق النبي عليه الصلاة والسلام، التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، سواء بين طلبة العلم أو الدعاة والخطباء، وهم أيضا يعني أخذوا دورهم واجبهم تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن لا نستطيع أن نوفي ولو جزء يسير يعني مما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الحمد لله نصلي ونسلم على سيدنا صاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام، والحمد لله يعني الناس متجهون هذا الاتجاه، وحقيقة أكو تأثير واضح وبين. ويعني سواء بين طلبة العلم أو بين الناس، وهنالك يعني الاحتفالات تكون يعني في البيوتات أيضا بين النساء والرجال، ونحن إذا لم نكن نتأسى ونحتفي بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام بسيرته العطرة، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى أمة سادت الأرض في الشرق والغرب، ومن مخرجات سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومدرسة النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الصحابة الكرام الذين فتحوا ونشروا الإسلام ودفنوا في أكثر بقاع الأرض، ومنها بلدنا العراق. فهذا شرف لنا الحمد لله. واليوم حقيقة نحن المسلمون إن أضعنا هذا الإرث إرث محبة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء سنضيع. والذي ربما أوصلنا إلى هذا المستوى الحمد لله الإسلام محفوظ، ودين الله محفوظ، وكتاب الله محفوظ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، لكن الأمة أحيانا تضعف لكن لا تموت بوجود سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا رحمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني صمام الأمان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وجود النبي عليه السلام بين الصحابة بين المسلمين كان صمام أمان يعني من العذاب. وكذلك وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم كثير عن الاستغفار، فهذا فضل من الله عز وجل. ولا يمكن اليوم أنه الأمة يعني تتناسى نبيها صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون يعيش في قلوبنا في سلوكنا كله. وحقيقة الفرح اليوم والاحتفال بالمولد هو ليس مجرد يعني كلمات يعني تقال أو كذا، ينبغي نحن أن نفهم يعني كل دعاة المسلمين علماء المسلمين طلبة العلم اليوم ينبغي أن يفهموا جيدا أن حقيقة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والفرح أن نترجم حقيقة الفرح هو بسلوكنا بأخلاقنا. عندما الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فالإعراض عن ذكر الله عز وجل، وأفضل من جاء وعلمنا بالذكر هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك الله عز وجل يعني ذكر في كثير من الآيات أن الله عز وجل قص القصص الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام لنثبت به فؤادك. يعني الله عز وجل الحكمة من
من قص هذه السيارة الأنبياء أو ذكر الأنبياء هو تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى ذلك نحن اليوم من باب أولى أنه إحنا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونتأسى بها ونلتزم بها، لأنه حياتنا كمسلمين لا يمكن أن تستقيم بدون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم الأبناء وتعليم الأجيال واعتزازنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالاحتفال بالمولد النبوي عليه الصلاة والسلام يعني هذا هو جزء كبير من الواجب على المسلم اليوم. جزاك الله خير جناب الشيخ على هذه الفوائد وهذه الدرر. والله تعالى يقول وفيكم رسول الله، وفي أيضا شاهد آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ماذا ترى جناب الشيخ من محبة من قبل الأسر لسيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد نأى الناس وابتعدوا عن سيرته وعن شخصه الكريم، علما جنابك قلت مهما كان الإسلام فهو منصور بالأخير وهو أيضا مسدد. وكلام للشيخ عبد الكريم مدرس عبد الكريم يا رحمه الله يقول الإسلام كالكرة، كلما ضرب بقوة نهض بقوة. فإن شاء الله الإسلام عامر وناهض، لكن جنابك ربطت أن نجاح المسلم والمؤمن وكل الأسر المسلمة في كل مكان هي نجاح محبتها لسيد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. كيف تشعر الأسر والعوائل بهذه المحبة وهذه الاحتفالية والاحتفاء بمولده صلى الله تعالى عليه وسلم؟ أكيد يعني هذا الأمر وعلاقة الناس بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه تحتاج إلى مثلا توجيه أو فد أسس في قلوب الناس، وهذا يدخل به الجانب التربوي. نعم، لبناء الأسرة. لبناء الأسرة. نعم. يعني إحنا ما ممكن هسه مثلا إحنا نشوف في بعض البرامج وهذا شيء للأسف يعني شيء محزن. يعني مثلا يطلعون لقاءات يسألون من هو نبيك؟ يعني تصور لا يعرف وهو مسلم لا يعرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام ولا أسماء السور ولا الأسماء، فضلا عن النسب الشريف عن سيرة المصطفى يسأل لا يعرف شيء. لا إله وهذا الله. واسع ومجتمع مسلم. يعني هذه تعتبر كان يتحمل مسؤولية الأب الأم أم يعني البلد بأكمله. يعني حضرتك أنت سألت عن قضية استشعار محبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني هاي كيف تكون؟ لابد أن تكون من هناك مدخلات. نعم. يعني هاي المدخلات إحنا وهذا واجبنا. نعم. يعني زرع محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الناس منذ الصغر. بناء شخصية مسلمة. بناء مؤمنة. يعني بناء. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها خير. يعني سيرته كيف تعامل مع النساء، مع الزوجات، مع الأقرباء، مع الأبناء الصغار، مع الأطفال، مع اليهود، مع يعني في كل الفئات الموجودة. من نبحث عن السيرة نجد أن هنالك بصمة تربوية للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا احنا اللي يعني نحاول نصل إلى هذا الشيء ونعرف واجبنا احنا اليوم، يعني كطلبة علم، خطباء. وهاي طبعا باب الدعوة هو ليس يعني كما يفهم بعض الناس يقتصر على طالب علم شرعي او لا، كلكم راع. نعم. وكلكم مسؤول عن رعيته. فاليوم احنا هذا الإرث العظيم يعني الجانب التربوي لم يترك فاصل في الحياة إلا وهناك بصمات وتوجيه نبوي. من يخرج هذا من تحت الغبار الذي جاء به يعني أعداء الإسلام، جاء به الجهلاء، غطوا السيرة النبوية. الكشف
نحن المسؤولون عن الكشف الحقائق. الحقائق لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واجبنا. يعني احنا يمكن اول من يحاسب عن هذا الامر، لا يمكن اهل الدعوة يعني الى الله، اكيد اكيد اول من يحاسب المتصدرون لهذا الجانب. فان شاء الله استشعار الناس يعني خاصة في مناطقنا، اريد نحكي مكان يعني معين ضيق كناحية مثلا، الناحية مليئة الحمد لله يعني بهذا الاستشعار ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي على خير كثير، وهم الناس الآن يشعرون بهذا الشيء بمحبة النبي، اتباع النبي عليه السلام. طبعا وجود المساجد له تأثير، وان مرت في ظروف يعني، لكن الحمد لله المساجد عدت على خير ونهضت وامتلئت الان، والخطباء على خير وبركه، فلهم تاثير كبير. احتفالات مستمره، يعني الاحتفالات هي حتى لا تحدد بيوم مع الزمن، وانما يعني حتى قبل موعد المولد، مولد المصطفى عليه الصلاه والسلام، او بعد المولد. ونحن ايضا يعني خلينا شلون نقول دراسه، والحمد لله عندنا بالاسحاقي هناك رابطه خطباء، يعني قامت بدور كبير حقيقه، دور كبير وواضح في المجتمع، واخذوا دورهم، وهذا طبعا واجبهم، واجبنا هو الخدمه، هو الفعلي والشرعي هذا، والحمد لله يعني هذا الجانب معمول فيه، معمول به. إذن جناب الشيخ عذر المقاطعة، سنتواصل مع جنابك مع أخذ هذا الفاصل القصير. حياكم أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذا الحلقة عن المولد النبوي الشريف في هذه الأيام المباركة، وهذا البرنامج رحلة مع الحبيب المصطفى، مع الشيخ الدكتور الداعية الإسلامي عبد الرحمن آل المجمعي. مرحبا بك مرة أخرى جناب الشيخ. جناب الشيخ المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، كما أسلفت جنابه قبل قليل، كان يعيش مع الصغير ومع الكبير ومع البعيد ومع القريب، مع الجار مهما كان هذا الجار. لذلك الجيران ثلاث، من هم من له حق، ومن هم من له حقان، ومن هم من له ثلاث حقوق. الجار الذي له ثلاث حقوق هو أخيك ومن أهل صلة أرحامك ومسلم، والجار الذي له حقان هو المسلم الغريب حينما يكون قرب منزلك وله حقان، والجار الذي له حق واحد هو غير المسلم له حق الجيرة، هكذا علمنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. كيف بنا ولنا أن نتعاون مع جيراننا ومع كل إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، وخصوصا حينما نتذكر في هذه الأيام المباركة سيرته العطرة وكذلك أعماله وسنته ومزاياه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله بفضل الله عز وجل، يعني كما أسلفنا السيرة لم تترك فد فاصل أو فد موضوع بحياة المسلم إلا وله توجيه وبينته. نعم وبينته. قضية يعني الاهتمام بالجار والأقرباء، طبعا بناء الإسلام يدعو إلى الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا كيف نوصل هذه الوحدة ويعني تأليف القلوب؟ لا يكون ذلك يعني بمجرد كلام، لابد أن يكون هنالك أسس. نعم. أسس تبدأ، هذه الأسس من الأسرة، تبدأ من الأسرة، يعني الزوج مع أهله، مع زوجته، مع أبنائه. نعم. مع الجار. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لنا وأوصى أن نهتم بالجار. نعم. والأقرب ثم الأقرب. نعم. هذا يعني الحكمة حقيقة من هذا الشيء وهذه التوصيات، هو هناك حكمة عليا. نعم. اللي هي هو بناء مجتمع قوي. بناء مجتمع قوي رصين، ولا يمكن أن يكون بناء ونحن اليوم أنا عندي خصوم ويا الجار مثلا. النبي عليه السلام أوصى ما لي حق اليوم أنا أختصم حتى إذا وجدت خصومة. النبي عليه السلام ما يعني جوز لنا أنه إحنا هاي الخصومة تكون مانع على التواصل أو
مع الجار، ولذلك الاهتمام بالجار والأقرباء، زيارة الأرحام. هذه المدرسة النبوية وضعت فد منهاج خاص لهذه المسألة، التواصل مع الأقرباء، مع صلة الأرحام. أي شيء، أي فعل ممكن يقوي العلاقة مع الجار أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يدار مشاعر الجار، من عندما يقول يوجه لا تؤذي جارك بريحة قدرك. إن لم يكن له نصيب منه. إن لم يكن له منه له نصيب. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوصى، يقول هذا الجدر من تطلع الرائحة مال الطعام والجار وراح يشم هذا الرائحة وربما كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه. يعني احنا ثمرة هذا التوجيه ايش هو؟ التطبيق. التطبيق بالفعل، انه الجار راح يهتم بجاره ويوصل له هذا الشيء. ويعني انا اذكر فد طريفة كلام الاحد ايضا الدعاة. نعم. يعني احنا زرناه فد يوم ليلا عند مولدة مال الكهرباء ما مشغلها، كهرباء منطفئة، فسألناه مولد كذا، يعني احنا كنا عدنا وياه هاي، قال والله يا اخوان يعني ما اقدر انا اشغل مولد وجاري ما عنده مولد، روات ما عنده وكذا، انا اشغل البيت مال من بين البيوت وما شغله. يعني هذا تعاطف مع الجيران. تعاطف مع الجيران. بس المشاهد الكريم يقول ليش ما شغل المولد مالته وانطمن المولد مالت الجاره اللي فيك فيه؟ هذا يقول اي ربما هو يعني لا يكفي يعني الامبيريات القضيه، قضيه الشاهد بالكلام انه هو حس عاش مع المعاناة. اي بالضبط، اللي يعيش جاره يريد يعيش المعاناة اللي وكذا بالفرح والحزن وكذا. احنا هذا الامر، هاي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من علمنا ذلك؟ سيدنا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كيف اليوم يعني نحن نبتعد عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، او الفرح بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا طبعا واجبنا نعيد ونكرر أنه دائما الإنسان على فرح ويذكر الناس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحل. وهو الحل، يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الحل. لا يوجد هنالك اليوم إلا حل إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا. بما أنه جنابك لفظ كلمة الفرح، الآن الأفراح تراهم قد سدوا الطرقات وتراهم قد ضرب الطلقات النارية. نعم. ومن هم من يخطأ ويقتل صاحبه أو يقتل العريس أو يقتل العروس. والمخالفات بعد أن مر العراق بحالة امتحان عصيب جدا جدا جدا، ماذا ترى في الأعراس؟ مطربين ودفوف وموسيقى ورقص واختلاط، وكذلك مخالفات. انحلت صلاة المغرب ويوم الخميس لا تذكر نهائيا، قد مروا بليلة جمعة لا صلاة مغرب ولا ربما لا صلاة العصر ولا مغرب ولا عشاء ولا ذكر ولا قرآن ولا مسجد ولا صلاة جماعة ولا تعاون ولا تواد، كل مخالفات في مخالفات في مخالفات. من باب سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، والنبي لم يجعل شيء إلا وعلمه أصحابه، ماذا توجه لأهل المخالفات بالطرقات وبالمنازل لأهل الأعراس؟ شو توجه جنابك؟ هذه الظاهرة حقيقة شيخ، يعني ظاهرة سلبية ويعاني منها أكثر المجتمع. أنت قلت إحنا نتحمل مسؤولية إحنا الدعاة. نعم. وأنا يعني مقبل بهذا الكلام على هذا الشيء. نعم. وهاي الظاهرة يعني ظاهرة سلبية ومنتشرة وبكثرة. اكو بين مثلا جهل ناس، اكو بعض الناس يعتقد انه ما بي هذا الشيء، ما بي حرج، اي يعني ما بي حرج، هذا اعتقادي، اي هذا اعتقاد يعني. نعم. اعتقد. واكو بعض الناس مثلا، هناك بعض الناس ما هامه يعني الحلال او الحرام. اي وهكذا احنا اليوم من نركز على سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانطانا نظام الأفراح مرسوم مرسوم. نعم. يعني العرس والنبي عليه الصلاة والسلام ما منع الفرح
بالحث على الفراح أو وإعلانه وإعلانه وضرب الدف. يعني أعلنوا عن زواج بناتكم ولو بنقر الدفوف حتى ما غدا تتهم ابنتك تجي مع تتهم هاي زوجتها الإعلان. نعم فهاي هاي المسألة احنا ما نقول مثلا مو صحيح انه مثلا ننهى الناس عن شيء وما نجيب لهم البديل. نعم ما يصير البدائل. نعم. البدائل احنا نقول البدائل كما هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الفرح او لم يعني تذبح الذبائح وتدعو الناس وتضرب الدفوف والإنشاد الغناء البريء الحسن. نعم. هذا كله هو مباح. إذن دائرة الإباحة واسع بهذا الشيء. نعم. لماذا اليوم نأتي ونضع أنفسنا في مكان حرج يعني في هذه المحرمات اليوم؟ هذا طبعا مثل ما تفضلت أنه واجب واجبنا جميعا. نعم. الدعاة. يعني الدعاة وغير الدعاة يعني أهل الأسر الآباء الأمهات أنه أكو هنالك خلل هنالك خلل بهذه منظومة الأفراح اليوم. مثل ما تفضلت صارت حوادث كثيرة في الشوارع إعلان الكلام الماجن الكذا موجود هذا الشيء ويغلقون الطرقات بسياراتهم ويعني أصبح حتى في الطريق العام العام يعني تصرفات. فهذا الحل ما هو الحل يعني الحل ماكو إلا حل توعوي يعني خاصة إذا هناك ماكو مثلا فد وسيلة تضبط الناس. نعم. الحل التوعوي والتربوي هو ممكن يقلص من هذا الشيء إلى بشكل كبير. فاليوم إحنا نحتاج فعلا بارك الله بك على يعني ذكر هذه المسألة اللي إحنا نعاني من عنده جميعا. فعلا هذا الشيء وكذلك ظهور يعني أنا دعوتي تذكيري للنساء الظهور بملبس لا يليق مثلا بالمرأة المسلمة وظهور أمام الرجال بهذا الملبس. وطبعا صار شلون نقول فد عرف عند بعض الناس طبعا هذا أعراف فاسدة هي أكيد. يعني طالما مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام إذن هي أعراف فاسدة. فاليوم احنا واجبنا أنه نرجع ونذكر انه التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير جناب الشيخ. وبما انه جناب تتكلم وقد ذكرت النساء يعني كيف يشعر المسلم بالراحة التامة وهو قد ربى ابنته 18 سنة او 20 سنة او 25 سنة وهو محافظ عليها كالجمانة وفي ليلة العرس فإذا بها قد تدلعت وأخرجت شعرها وبرزت جسدها 20 سنة هو محافظ عليها وهسه يخليها كأنما هي سينما أمام الناس. فماذا توجه نساءنا أمهاتنا أخواتنا بناتنا على هذه المخالفة؟ شو توجه يا جناب الشيخ؟ والله إحنا نوجه نساءنا وبناتنا ونذكرهن بأنه عزة المرأة ورفعة المرأة ومكانة المرأة في عيون الناس وفي عيون الرجال وحتى في عيون الناس اللي هم ما عندهم ذاك الالتزام مصانة رفعتها بحشمتها. نعم. المرأة اليوم من تحتشم تحترم وهذا شيء يعني هي سنة ربانية فطرية. نعم. المرأة من تظهر بمظهر الاحتشام أمام الناس تحترم وهذا الله عز وجل جعله في قلوب العباد حتى الناس اللي ما يرغبون هذا الشيء لكنهم في قرارة أنفسهم هم يحترمون هذا المرأة من سيرته سيئة يحترم هذه المرأة ويقف عندها. أي مضبوط. هذا يعني هذا معيار. فإحنا نذكر بناتنا ونساءنا وخواتنا أنه اتقين الله اتقين الله عز وجل بهذه المسألة. وممكن يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول علموا نساءكم سورة النور. نعم. علموا نساءكم سورة النور. نعم. لما؟ لأنه سورة النور هي أكثر سورة تتناول أحكام الحشمة عند النساء. نعم. هذا طبعا فد شيء
تربوي، احنا اليوم مميز. احنا اليوم لابد انه احنا نذكر بناتنا، مو فقط تذكير لا، يعني احنا ندرسن على هذا الشيء، نعلمهن على هذا الشيء، قول وعمل، قول وعمل ودراسه. واليوم الحمد لله هذه نستطيع ان نستخدم وسائل الاتصال اليوم بدل ما تستخدم في مجالات يعني مو صحيحة. اليوم ممكن أنه نستخدم وسائل الاتصال في مجالات بها نفع، تذكر للناس، للنساء، ممكن المحاضرات، وجزاهم الله خير. كثير من الأخوة الدعاة الآن يظهرون كل العالم الإسلامي، يعني يظهرون وبفائدة. اليوم أنا من أشوف مثلا متابع، يعني على سبيل المثال الشيخ خميس، دكتور خميس تابع البرنامج ماله، عنده لقاءات، عنده هذا شيء عظيم. يعني هذا فد شيء احنا يعني نشجع على هذا الشيء، ومو فقط ان يكون واسع. هذه الوسائل اليوم احنا نسائنا لابد ان يكون تركيز على النساء. جزاك الله خير جناب الشيخ على هذه الفوائد وهذه الدرر. احنا راح ناخذ ايضا فاصل قصير ونعود الى هذه الكلمات الطيبه من فضل جنابكم. ايها الاحبه الكرام، فاصل قصير ثم نعود اليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذه الحلقة في هذه الأيام الطيبة المباركة رحلة مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، مع حضرة جناب الشيخ الدكتور الداعية الإسلامي شيخنا عبد الرحمن علي المجمعي. مرحبا بك جناب الشيخ وأنت تطل على هذه الشاشة. مرحبا بكم. هذه الكلمات وهذه التوجيهات الطيبة المباركة التي نحن نحتاج إليها. المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وسيرته العطرة هي لا تتوقف على يوم ولا على ساعة ولا على لحظة، بل المصطفى مع الأنفاس. لذلك كان الصحابة مع حضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يكونون في مجلسهم كأنما على رؤوسهم الطير. ما هي المعجزات؟ وكيف يصل المسلم المتقي العارف المؤمن المدرك إلى شيء من الكرامات مأخوذ من معجزات المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن الناس بحاجة إلى كل شيء في هذه الأيام. الحمد لله، يعني من فضل الله عز وجل أن كرمنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يعني أشرقت بمولده الظلمات، الحمد لله رب العالمين، وهو خير عليه الصلاة والسلام من ضمته هذه الأرض، ما شاء الله، يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يعني صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، القدوة، الأسوة، والارتقاء كما تفضلت، الارتقاء بالنسبة للمسلم قربه من الله عز وجل. يعني إذا كنا نتحدث عن الفضائل والكرامات والدرجات، هذا طبعا يتناسب، كلما زاد الإيمان والالتزام زاد قرب إلى الله عز وجل. ولذلك قالوا عندما تكلموا عن الصالحين، عندما تكلموا عن الكرامات، قالوا الاستقامة هي الكرامة. ما شاء الله، نعم، الاستقامة هي الكرامة. فالمسلم باستقامته والتزامه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وإكرام الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، عندما نرجع إلى تلك المعجزات الكثيرة الكثيرة، ما شاء الله، ومن أعظم هذه المعجزات وأدومها وهي باقية هي معجزة القرآن الكريم، هي المعجزة من أكبر المعجزات. معجزة يعني قرآن، كتاب الله عز وجل، نظام دستور حياة إلى يوم القيامة،
والمعجزات التي كرم الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة. نعم. من الإسراء والمعراج، من نطق الجمادات، وتسليمها من عليه نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذا كله إكرام. إكرام، هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى خصوصية عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم، والنبينا عليه الصلاة والسلام هو صلى إماما بالأنبياء والمرسلين. نعم. يعني ألا يكفي أنه نحن اليوم نعتز بنبينا عليه الصلاة والسلام ليكون لنا أسوة وقدوة، ويحق وبل يجب علينا اليوم أن نتأسى ونحتفل ونلتزم ونفرح، نعم، ونفرح بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني نبينا عليه الصلاة والسلام من ندرس السيرة فشيء يعني ربما كل إنسان مسلم يعني يحس بهذا الشيء. أنا اليوم من أقرأ عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عن أخلاقه، عن تواضعه، عن رحمته، عن جهاده، عن في كافة يعني أجد أن هنالك اصطفاء رباني اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وهذا كله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جزاك الله خير جناب الشيخ. فبما أنه جنابك تتكلم على هذه الرحمة، فمن رحمته صلى الله تعالى عليه وسلم أن من صلى عليه مرة عرض اسمه واسم أبيه على المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم ورد عنه لا زال الولد العاق يدعو لوالديه بعد مماتهم حتى يكتب عند الله بارا. كثر العقوق من الأبناء والبنات للآباء والأمهات، ماذا توجه؟ الحمد لله رب العالمين. يعني قضية العقوق يعني وردت بآيات في آيات صريحة. يعني الله عز وجل كثير من القضايا، عندما نقول هذه القضية مهمة، عندما يتولى القرآن الكريم أمر هذه أو النهي عن هذه الأشياء، معنى ذلك أن أيها المسلم انتبه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فضائل الآباء والأمهات لا يمكن اليوم، يعني هذه رسالتي للأبناء. اليوم والجنة تحت أقدام الأمهات. اليوم الجنة قريبة، رحمة الله عز وجل قريبة بقربك، قربك من أمك وأبيك. الله أكبر. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاهتمام والتوصية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. نعم. يعني هذه التوصيات نوصي أبنائنا اليوم أن هذا الأمر يعني خطير عندما يهمل ومهلك. نعم. والنتائج لا يمكن يوم القيامة، الله عز وجل مصير الأبناء مرتبط برضا الوالدين. هذه المسألة اليوم وقع فيها كثير من للأسف كثير من الأبناء وقعوا بهذا الشيء. فنحن اليوم نذكر أبنائنا وبناتنا الاهتمام أولا بالأم والأب يقدمون في كل حياتهم وعلى كل شيء، وعلى كل شيء، على الزوجة، على الابن، على البنت، على الأخت، على الأخ. نعم. يعني يذكر أنه أولئك النفر الذين آواهم المبيت إلى غار، في ذلك الغار ووقعت سقطت الحجرة الكبيرة. فعندما عجزوا عن إزاحة هذه الصخرة قالوا فلندعو الله بأفضل أعمال قدمناها. أحد هؤلاء الثلاثة قال كان لي أبوان وكنت لا أكل ولا أشرب ولا أطعم أبنائي الصغار حتى أطعمهما وأسقيهما. إن شاء الله. فإن كان يا رب، قال يا رب إن كان هذا العمل لوجهك الكريم أفرج عنا هذه الصخرة. يقول فانفرجت قليلا. يعني هاي القصة الموجودة ببركة العمل الصالح. العمل الصالح. نعم.
تجاه الأم والأب. الأم والأب. اليوم إحنا في خضم هذه المآسي وهذا البلاء والوباء، اليوم إحنا ماكو لنا حل إلا أنه نرجع إلى ربنا رجوع صادق مع الآباء، مع الأمهات، مع الناس جميعا. وهذا كله هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير جناب الشيخ على هذه الفوائد وهذه الدرر بالنسبة لبناء الأسر واحترام الآباء والأمهات على عقوق هؤلاء الأبناء. لذلك الآن جناب الشيخ نحن نمر في امتحان شديد، وأنا أسميتها بالعقرب الصفراء، وهي الأجهزة الآن الموجودة، أجهزة الموبايل. نرى كثير من الجروبات الموجودة في الموبايلات قد أسقطت أصحابها واحدة تلو الأخرى، لما فيها هذه البرامج وإباحيات، إذ القوي الإيمان قد تهزهز إيمانه من صاحبه، والصاحب ساحب. ماذا توجه لمن ملك هذا الموبايل من النساء والرجال والبنات والأبناء وهم في جوف الليل في أيام الخلوة والخلوة والدخول على هذه البرامج الإباحية؟ ماذا توجه؟ هذه يعني من أخطر الأمور المؤثرة في أخلاق المجتمع، إن لم يوجد هنالك حل أو فد نظام نقي أنفسنا وأبنائنا وعوائلنا من هذا الخطر، لابد أن يكون هنالك برنامج خاص. قضايا التواصل، النبي عليه السلام ذكر من نبوءاته عليه الصلاة والسلام ومعجزاته وحرصا على أمته عليه الصلاة والسلام. يعني يقول ستأتي على أمتي سنون خداعة، سنون خداعة يكذب بها الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. فذكر النبي عليه السلام أن هنالك بالطبع هذا التذكير، هذا الأمور الخداعة اليوم من ضمنها طبعا يدخل مؤمن يمسي كافر، وأصبحت اليوم على مستوى يعني منظمات، على مستوى جهات. يعني تدخل كل بيت للتمزيق حتى أصبح هاي الأشياء خدعة العوائل، خدعة الناس، هدمت الأسرة. اليوم إحنا كيف نواجه هذا الشيء؟ ما هو الحل؟ أنا أذكر كنا في محاضرة، أحد الشيوخ الكبار ذكر، هو سأل قال سيكون هكذا مثلا في العراق يوما ما، الدشوش والإذاعات الكثير، ماذا تصنعون لهذا الخطر وسيكون في كل بيت وهذا الهشيم ماذا تصنعون؟ أحد الطلبة الموجودين قال أنا سأفعل كذا وكذا، يعني يريد يستخدم أنه يبعد أو يحطم هذا الجهاز أو كذا. قال له هذا ليس حلا، إنما الناس تملك هذا الجهاز، نحتاج إلى لا يمكن لك أن تفعل كذا. اليوم إحنا نحتاج إلى حل بالإقناع، يقتنع إنارة فكرية، إنارة فكرية إيمانية قلبية، وإلا لا نستطيع أن نغير هذا بالقوة، إنما هو بالإنارة الفكرية. ما ذكرته يعني حضرتك، يعني هذا اليوم هو من أخطر الأشياء بالنسبة للموبايل. تدري يعني أنت تعرض أشياء كثيرة في، والإنسان من يختلي في بالحرمات ويفعل الحرمات، يعني هذا عذابه الله عز وجل يعني أليم، وهو على خطر كبير. واليوم احنا صار كل شيء بيدينا، ممكن انه في اي زاويه يقعد الانسان يتفرج، فلا يوجد شيء الا انه نربي وننمي في قلوب ابنائنا والناس الوازع الديني، حب الله عز وجل، ان الله مطلع على ما تفعل وعلى ما ترى وما تفعل، وكذلك
ننمي هذا الوازع الديني في قلوب الأبناء والبنات وكذلك في قلوب الناس من خلال المنابر، خلال المدارس مثلا. يعني اليوم احنا المدارس واسعة، يعني هذا دور ربما دور المعلم اليوم، دور كل فرد وربما دور المعلم اليوم المدرس ربما دوره أكثر يعني من دور الخطيب ربما أكيد. في مدرسة يلتقي مع الطلبة. فإحنا اليوم هذا الدور عام، واجب الجميع، واجب الجميع. فما ممكن إحنا نواجه هذا الخطر ونسكت عنه إلا ببرنامج أيضا نضع برنامج، كما أن الخصوم برنامج معالج، الخصوم يضعون برامج لتهديم الأخلاق هدامة، اليوم احنا يحتاج لنا برامج ايضا بناءة. جزاك الله خير جناب الشيخ، الحلقة انتهت ونطمع بدعائك لنا والمشاهدين الكرام والمسلمين في كل مكان ولمن يرانا. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك يا الله أن تغفر لنا وترحمنا وتهدينا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن تصلح حالنا. نسألك يا رب أن يكون عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم وفق أخوتنا جميعا الذين يبلغون الناس الخير، ونسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيك. السلام، جزاك الله خير جناب الشيخ، وتشرفنا بكم. بارك الله فيك، فتح الله تعالى عليكم فتوح العارفين بالله، وحفظكم لخدمة سنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وبارك الله فيك وفيك. بارك الله فيك، جزاكم خير إن شاء الله، وجزاكم بارك الله فيكم. لم يبقى لدينا أيها الأحبة الكرام إلا أن نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلي يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله.